متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نهار اليوم الخميس لا تزال منطقة جنوب غرب المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة في بعض الأحيان. على أن تستمر هذه الحالة بالسيطرة على مناطق جنوب غرب المملكة في الأيام القليلة القادمة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة في العاصمة الرياض فترة الإفطار لهذه، بتسجل 38 مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة 25% وسرعة الرياح 12 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة لهذا اليوم في عموم مناطق المملكة، ابتداء شمالا وسكاكا بتسجل نهارا 36، ليلا 23 وأجواء حارة، عرعر 37 نهارا 22 ليلا وأجواء أيضا حارة، تبوك هناك غبار خفيف 37 نهارا أجواء حارة و25 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. مع المناطق الغربية والمدينة المنورة نهارا أجواء حارة 40 وليلا 30، مكة المكرمة 40 نهارا احتمالية لهطول زخات الأمطار رعدية و29 درجة مئوية بتسجلها ليلا، الطائف 32 درجة مئوية احتمالية لهطول زخات من الأمطار و21 درجة مئوية بتسجلها ليلا، وجدة 34 نهارا أجواء صافية ومشمسة و30 مئوية تنخفض ليلا بإذن الله. مع المناطق الجنوبية الغربية أبها 27 نهارا 17 ليلا، الباحة 28 نهارا 17 ليلا، وهذه المناطق تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تهطل على إثرها زخات من الأمطار الرعدية، جازان 37 نهارا وأجواء غالبا غائمة و30 ليلا بتنخفض إن شاء الله. مع المناطق الشرقية والدمام 37 نهارا 26 ليلا وأجواء صافية ومشمسة، حفر الباطن أجواء حارة 42 نهارا 26 ليلا، والإحساء أجواء صافية ومشمسة 40 نهارا و26 مئوية بتنخفض ليلا بإذن الله. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض بتسجل بين 38 و27 وأجواء صافية ومشمسة، بريدة كذلك الحال بين 38 و 26، حائل 35 نهارا أجواء حارا تنخفض ليلا ل 19 درجة مئوية بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. ما تنسوا تحملوا تطبيق طقس العرب لتعرفوا أكثر عن الحالة الجوية. إلى هنا، إلى اللقاء.